استراتيجية حكومة في محاربة الفساد. للسيدات والسادة النواب المحترمين عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فليتفضل أحد واضعي سؤال. شكرا السيد الرئيس. السيدة الوزيرة المحترمة، عن استراتيجية الحكومة لمحاربة الفساد نسائلكم، وشكرا. جواب السيدة الوزيرة. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، أتفضل بخالص الشكر السيد النائب المحترم من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على هذا السؤال. تنذكر باللي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الهدف ديالها هي نقصوا من الفساد ونزيدوا افتقاد المواطنين والمستثمرين ونعزوا مناخ الأعمال. هي استراتيجية مهمة جدا. حنا تنذكر باللي طلقت البوابة ديال شفافية .ma للهدف منها هي أن المواطنين يحصلوا على المعلومات اللي بغاوهم. توصلنا بمجموعة من الطلبات و 64% منهم تم الإجابة عليهم. كاين أيضا البوابة ديال الشكاية .ma اللي تيسهل منها المواطنين أنهم يهدروا على الشكايات ديالهم. توصلت بأكثر من 1,000,000 شكاية، أكثر من 85% منها تم المعالجة ديالها. هذا الشيء حاجة مزيانة. تنذكر أيضا باللي تم الإصدار ديال القانون 46/19 باللي كاينة واحد الهيئة وطنية ديال محاربة الرشوة، اللي القانون زاد عطاها ومدت لها في الصلاحيات ديالها، عندها باش تبقى تثبت في الشكاية وتعالج الشكايات المواطنين، وعندها الحق باش منها لراسها تمشي وتراقب هذا الشيء ديال الفساد وديال الرشوه بالطور التلقائي. والبرنامج الحكومي تيخدم على تعزيز الاستقلاليه ديال الهيئه باش تولي هي الهيئه المكلفه بالفساد، بمحاربه الفساد. وشكرا. شكرا السيده الوزيره. تعقيب السيد النائب او السيده النائبه. السيدة الوزيرة، نصادف هذه الأيام 9 جانفي اليوم العالمي لمحاربة الفساد، والكل كيعرف كيفاش أن الفساد كيهدد التنمية وكيهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وكيعطي صورة سيئة دوليا. كلفته تفوق 50 مليار درهم، أي ما يعادل 2% من نسبة النمو. صادقنا على واحد الاتفاقية في 2007 وبفضل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد تحسن نقاط المغرب في مؤشر إدراك الفساد. في الوقت اللي كنا كنتظروا مواصلة الجهود المبذولة ومن ضمن هذا الشيء اللي ذكرتي دابا السيدة الوزيرة، ونخفوا من قلق المغاربه واللي استبشروا خيرا واللي عياو من هذا العبث، وخرجوا في 20 فبراير وحملوا شعار يعني ضروره اسقاط، يعني الشعب يريد اسقاط الفساد، تتفاجئنا الحكومه باقبار ملف محاربه الفساد. جاء البرنامج الحكومي خالي من اي اجراء، جاء يعني القانون المالي كمل على اللي بقى بتخصيص 0 درهم للوقايه من الرشوه، سحب التعديلات المتعلقه بالاسراء غير مشروع، انهاء مهمه خاليه الفساد برئاسه الحكومه. ماذا يعني تجميد استراتيجيه الاستراتيجيه الوطنيه؟ يعني ان الحكومه ماضيه في التطبيع مع الفساد في الوقت اللي التقرير ديال النيابه العامه جا في هذا الاسبوع جاب معطيات مرعبه. ورجعوا للتقارير ديال المجلس الاعلى بخصوص تدبير المال العام. السيده الوزيره، الحكومه ديالكم خاصها تكون عندها الجراه السياسيه الكافيه باش تفعل المجلس الهيئه الوطنيه للنزاهه وتفعل مجلس المنافسه وتسرع باخراج القانون الجنائي على البرلمان. نجيو لتضارب المصالح والجمع ما بين التدبير العمومي والتدبير الخاص والصفقات العموميه ديال الحكومه مع شركات عندها علاقه بالاحتكار وارتفاع الاسعار والتعيينات في الدواوين والعائلات والازواج وهلم جره. وكتقولوا لنا ما تكلموش على نتائج ديال 8 شتنبير، واللي لحد الان مازال تنتسناو يعني الكشف عن النتائج التفصيليه ديال الانتخابات، وعاد تغول المال والسلطه والاعلام وتوزيع الاموال المشبوهه وشراء الدماء الى غير ذلك. وشكرا. هل من هناك تعقيبات اضافيه؟ تفضل السيد النائب. والساده النواب المحترمين، أعتقد أن الشجاعة والجرأة تقتضي الاعتراف، منطق الاعتراف أن هذا برنامج حكومي بدأ من 2018 وغادي حتى 2025 في إطار الاستراتيجية الوطنية. ما نحملوش المسؤولية للحكومة الحالية، هذا ورش وطني جماعي واجتماعي، والفساد إذا كان فساد فهو بنية، كنقول بنية مواجهته تستدعي تعبئة وطنية جماعية، الرفع من منسوب العقلانية، الرفع من منسوب الحس الوطني. وبالتالي كنقول بانه الان المرحله الثالثه اللي دخلت فيها الحكومه هي مرحله النضج بعد مرحله التوسيع ومرحله الانطلاقه.
إذا بالتالي كنقول بأنه كنطالب أنا كنلتمس من الحكومة توسيع أو السرعة في الإجراءات، لأن هذا ورش اجتماعي وورش كبير يرسخ ثقافة الحكامة في التدبير وبالتالي بناء دولة الحق والقانون. والسلام عليكم. شكرا. تفضل السيد رئيس. السيد الوزير المحترم، في الواقع أريد أن نشيد أولا بهذه المبادرة الحكومة الجديدة. الله يهدي الحكومة الجديدة. ماذا نريد؟ لا نريد لهذه الحكومة أن تكون على طريقة الحكومات السابقة التي أخذت محاربة الفساد كشعار، ولكن في الواقع ليست هناك. إن محاربة الفساد هي شيء غيديره دابا، هو أن الرقمنة أساسية في محاربة الفساد. ما نبغيكمش السيدة الوزيرة تطيحوا في نفس مسائل طاحت في الحكومات السابقة في عفى الله عما سلف. حنا بغيناش نطيحوا في هادشي. شكرا. شكرا. هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضلوا السيدة الوزيرة فيما تبقى من الوقت. راها مستمرة والميزانية الميزانية ديالها راها في رئاسة الحكومة، وكما قال السيد النائب المحترم الرقمنة هي الشعار ديالنا الكبير والأداة المهمة ديالنا باش نحاربوا الفساد، لأن إلا كان الرقمنة تعطي الشفافية، تعطي أن المواطن يمكن له يشوف ويتبع ويعرف شنو واقع وكل شيء يتبع، دونك الأداة المهمة اللي غنخدموها إن شاء الله في محاربة الفساد إلى جانب الهيئة هي الرقمنة، وهذا الوزارة ديالنا تبي الانتقال الرقمي لإصلاح الإدارة. تنبغينا نديروا انتقال رقمي باش نديروا الشفافية، باش نحاربوا الفساد، باش المواطن يعرف شنو واقع، الصفقات العمومية نتبعوها اش كاينة، باش كل شيء يعرف المواطن ديال أوراقه فين هما يسولهم ويتبع، وهك هذه هي أهم حاجة عندنا في استراتيجية محاربة الفساد إلى جانب الهيئة بالطبع طبيعة الحال. وشكرا. شكرا السيدة الوزيرة.